اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل بتاعنا بناء على رغبه حضراتكم بتتابعونا من خلال الاتصال، الحواوشي الاسكندراني، كبده اسكندراني، كشري اسكندراني. احنا بنحترم الاكلات اللي بتتنسب للمحافظات، بيبقى لها مذاق ولها طعم خاص جدا وبتتعمل بتكنيك عالي. الحواوشي الاسكندراني ايه الفرق بينه واي حواوشي تاني؟ ده بتتعمل له عجينه وتتعمل بمقاديرها وتتخمر ومعاها لحمه مفرومه ولها تكنيك، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. وبهديها طبعا لكل المتواصله معانا. معانا مكرونه النهارده بالخضار، تشكيله من الخضار، انت ودرج الثلاجه بقى، في كوسه، في بتنجان، في طماطم، في فلفل. معاكي مكرونه بينا، وتشوف ازاي الشيف المغازي هيعمل مكرونه بالخضار احلى بكتير من اي نوع مكرونه تاني، لانها فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. معانا بقى للاطفال الحلوين والرياضيين وكل الناس اللي بتحب ان هي تحب تاكل حاجه بره، فليه ما ناخدش الحاجه دي ناكلها بره تبقى لطيفه لو احنا بنروح نادي بنقضي اجازه لطيفه. المافن بالموز والمكسرات، موز للرياضيين قيمته الغذائيه عاليه جدا، بوتاسيوم، اللوز والمكسرات، بندق، عين جمل، الفول سوداني. ونشوف نعمل المافن ازاي بالموز واللوز، حاجه لطيفه وجميله ويقعد عندك اسبوع من وقت للتاني. ولادنا ياخدوه مع العصير او مع الشاي، او جوزك قبل ما يروح على الشغل ياخد وحدايه كده مع فنجان القهوه. مش عايز اطول حضراتكم لان في شغل كتير في الحلقه بجد وعايزه مجهود، فادعوا لي ربنا يوفقنا ان شاء الله ونعمل لكم حلقه كويسه ونشوف ايه حكايه وقصه الحواوشي الاسكندراني لما بروح اسكندريه. كبد اسكندراني، حواوشي اسكندراني، كشر اسكندراني. تحيه كبيره للاسكندرانيه، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا نعمل المافن ازاي. نعمله بقى بالمكسرات بالموز، حابه تغيري نوع الفاكهه اللي انت بتستخدميه، فراوله، توت، حسب الرغبه. المقادير على الشاشه، معانا موز، والموز يا رب يكون يعني مستوي حلو كده وطعمه سكر. ومعانا مكسرات، فول سوداني على عين جمل، المكسرات اللي موجوده عندك. معانا زبده وبيض، اربع بيضات، وبيكنج باودر معلقه كبيره او معلقتين صغيرين، الفانيليا والدقيق 1-2 كوب، وفانيليا بسيطه طبعا لطعم البيض وزفاره البيض. تعالوا شوفوا المقادير، شفناها مع بعض على الشاشه، تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. ده مهم جدا على فكره، مهم جدا ان احنا نغير من الكب كيك والمافن والحاجات اللي بيحبوها. ممكن تعمليه بالسبانخ، ممكن تعمليه بالحادق، ممكن تعمليه بالدجاج، تعمليه بالجمبري، هي المدرسه واحده. اول حاجه بناخد البيض ده كده بنخفقه كويس مع السكر. وضع السكر للبيض في حاله الخفق يساعد على خفقه جيدا. حلو الكلام، دي مهمه جدا. مع الفانيليا طبعا عشان تخلصنا من زفاره البيض. ولكن مهم جدا وانت بتستخدمي البيض في الكيكه او في الكب كيك عموما او في الحلويات تخرجيه من الثلاجه قبل الاستخدام ب 10 دقائق عشان يساعد على الخفق، دي مهمه جدا على فكره. اربع بيضات بالشكل ده كده. حلو قوي. بنحط عليهم السكر بمضرب ونخفقهم مع بعض. دي أول خطوة. على طول كده، اتعلميها أهو. بنشوفها مع بعض دايماً أهو. بيض سكر، بيض سكر. تلاقي البيض اتخفق لوحده. والسكر بيدوب. نعم. يعني يفضل السكر الخشن مش السكر البودر. السكر البودر نستخدمه في تزيين المافن أو إن احنا نحطه على وش الكيكة أو نزين بيه الحلويات بتاعتنا أفضل بكتير يعني. السكر داب مع البيض. شفت القوام ده كده؟ أهو ده. بص على الحلاوة، بص على الشقاوة. أهو شفت؟ أهو ده. حلو أوي كده. أصبح إن هو خيط معايا، بتضمني سلامة البيض، بتضمني إن الخفق كويس. ما فيهوش أي مشكلة. اعرف إن الخفق ده هيبقى زي ومعاكي طالع خيط زي الفل. اللي تقول إن البيض سليم. نحط الفانيليا. عندنا في المقادير يا عم الشيف زبده وحليب، بناخد الحليب 1 كوب بنحطه هنا كده، بنحط الزبده على الحليب بالشكل ده كده، بدوب الزبده في الحليب. مافن بالزبده والحليب تقدر تعمليه بالزيت مفيش مشكله،
بس هيبقى مافن تحس ان هو ضعيف الشخصيه. المافن عموما بياخد زبده بيبقى لطيف وجميل لما بتبرد الحبات. المافن بتبقى ماسكه نفسها كده وتاكل منها زي الفل، وفي نفس الوقت بتضيفي لها قيمه غذائيه عاليه جدا. عندنا الزبده بندوبها في الحليب. طب ليه ما دوبتش الزبده لوحدها يا عم الشيف؟ عشان الزبده ما تتحرقش. دابت الزبده في الحليب، رشه ملح صغيره، اوعي تسيبها تغلي، اوعي تسيبها تسخن. ايه اللي هيحصل يا شيف؟ بمجرد ما تحطيها على البيض وعلى السكر الزبده مع الحليب في قلب الخليط. دي مرحله السوائل كلها مع بعض. اهو تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ دوبنا السكر مع البيض. تعلمي يا ست الكل، تعلمي يا بنوته، تعلمي يا الف باء مطبخ، تعلمي يا عروسه يا جديده ازاي تعملي مافن باطعمه مختلفه، ممكن بالموز، ممكن بالسبانخ، ممكن باللحمه، ممكن بالدجاج، ممكن بالجمبري، ممكن بالفراوله. تعمليه حادق وحلو المافن عموما يعني بنفس التركيبه دي كده. بس الفرق طبعا لو تعمليه حادق مش هتحطي سكر. السكر في حاله لما اعمله حلو. طب يا شيف مغازي، انت قلت ان السكر بيساعد على ذوبان البيض او اذابه البيض او مزيج للبيض، نستخدم ايه بقى لو احنا نعمله حادق؟ ده كلام حلو جدا. عادي البيض بتخفق لوحده خالص مع شويه فانيليا. دي المرحله الاولى. بننزل بالمكسرات بتاعتنا. المكسرات هنا تشكيله من المكسرات. عندنا لوز مع عين جمل مع فول سوداني حسب الرغبه. ده كميه المكسرات اللي في قلب الخلطه. حلو قوي يا شيف. ننزل بقى كلها كده. تمام. عندنا قوالب المافن بالشكل ده كده. بتجيبي قوالب الكب كيك بتحطي فيها الورق بتاع التغليف. شيل دول من هنا. ننزل بكميه الدقيق المخلوط بالبيكنج باودر. كوبين من الدقيق حطينا عليهم بيكنج باودر. ونقلب البيكنج باودر مع الدقيق كويس بالشكل ده كده. ونبدا ننزل كده بالتوازي. واحده واحده. ونقلب. واحنا شغالين اهو. هتحتاج لشويه الدقيق تاني مفيش مشكله. اول ما بتضربي ايدك فيها كده، ده ما يتقلبش بمضرب، تقلب بمعلقه عادي كده او اسباتيولا زي ما انت عايز. وتكوني جاهزه بالتقليب مباشره عشان البيكنج باودر ناخد المفعول بتاعه. واحنا اتعلمنا من الشيف المغازي معلومه غير معلومه، اضافه الماء للبيكنج باودر قبل استخدامه بنعمل عمليه ايه؟ تشييك عليه، بنشوفه هل هو يصلح ام لا يصلح. اذا فار معاكي يبقى زي الفل، ما فارش يبقى ايه؟ محلك سرك. هنا المكسرات اهي في قلب الخليط زي الفل. تمام يا عم الشيف. مكسرات مع الخلطه، دي مرحله اولى. عندنا الموز الحلو ده كده. بنجيب القوالب دي كده وناخد الموز اللطيف ده كده بسكينه صغيره ونوزع الموز على القوالب بتاعتنا. طب انا مش عايزاه موز، حط فراولايه، حط تمر، العجوه. الله، في اطفال مش بيحبوا ياكلوا الموز، يعني ساعات ما بيبقاش مسكر. يا ابني كل مزايا. لا مش بحب الموز. فانت حطها له كده في قلب الايه؟ المافن ده كده. حلو، احنا شغالين واحده واحده. افكار ثلاثه تعريفه زي ما بيقولوا. دي هنا ودي هنا زي الفل. وزعناهم بالتساوي كفايه قوي كده. نشيل الموز ده على جنب عشان بعد ما نخلص انا ازقزه. احب انا الموز المسكر المستوي ده. واخد المقادير دي كلها اوزعها بقى بشكل حلو كده. بننزل بقى هنا
الله. نوزع بالتساوي. يعني بتصبيهم في دورة عشان نوزع الكمية، واللي على فكرة الكمية اللي تفضل تقدر تعملها كيكة كبيرة، يعني كيكة بالمكسرات مفيش أي مشكلة حسب الرغبة. يعني أنا عايز أوصل لك إن الحاجات ديت ما تترميش، تستخدميها تاني، ده الطبيعي. بقي عندك كمية من الكيكة والقوالب اتملت خلاص، بتجيبي قالب كويس كده حلو وتقدر توزعي بقية المقادير عليها. نبدأ نوزع مع بعض كده. واحدة واحدة كده، هو ده هو ده بالتساوي. نفس القصة هنا اهو. البنوتة الحلوة اللي بتحب تخش المطبخ تساعد مامي. الشباب الرجالة اللي بيحبوا المطبخ وعايزين يخشوا سياحة وفنادق ومنية حياتهم يطلعوا زي الشيف المغازي، يبقى شيف بيحب المطبخ يخش يتعلم في الحاجات الحلوة السهلة دي. والمطبخ واحدة واحدة، أهم حاجة إن إحنا نحبه، سواء لست البيت سواء للي عايز يشتغل. واللي بيحب شغله عموما بصرف النظر بقى عن شيف أو خلافه بيبدع فيه. أنا بوزع أهوت بالشكل ده كده. بملاها. درجة حرارة الفرن أنا مشيك عليها 180. اوعى تغلطي الغلطات الصغيره اللي كنت بغلط فيها زمان، احط ده واقعد جنبه كده لغايه لما الفرن يسخن. حاضر. مهم جدا درجه حراره الفرن عندي تكون 180، واشيك على الفرن بتاعي قبل استخدام اي حاجه، ده مهم جدا. اشيك على الفرن واشوف درجه الحراره بتاعته 180 قبل ما افكر اعمل الكيك. ليه يا عم الشيف؟ عشان ده لو قعد بره كتير بالشكل ده كده مش هيديني النتيجه اللي انا عايزها. حلو الكلام؟ هناخده زي ما هو كده وندخله الفرن يا عم الشيف. مكانه فين في الفرن؟ على الشبكه بتاعه الفرن زي ما هو كده. اللهم صل على النبي. نبص عليه بصه حلوه. ايه نظره الوداعه؟ مافن الموز بالمكسرات. يلا خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوف ايه حكايه وايه قصه الحواوشي الاسكندراني، كبده الاسكندراني، الكشري الاسكندراني. احنا معانا النهارده الحواوشي الاسكندراني، بنعجل له عجينه حلوه ونشوف تفاصيلها مع حته لحمه مفرومه تاخد البهارات. ولما نقول كلمه حواوشي يعني توابل، يعني شطه، يعني فليفر، يعني طعم، يعني حب. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نعمل الحواوشي الاسكندراني. في عندك الخباز، المقادير على الشاشه. عجلنا العجينه بشويه زيت صغيرين، ومعانا بصل ومعانا ثوم وفلفل حار والبهارات اللي قلبك بيحبها. انت بقى بتحب الحبان حط حبان، تحط شطه، فلفل حار، يبقى لطيف وجميل. حلو، خمرت وزي الفل ما شاء الله. كده كده الجو حر ما بتاخدش وقت في التخمير، بس انا اقول لك على سر يخلي لك العجينه دي تخمر بسرعه. لما تيجي تدوبي الخميره حط عليها شويه سكر وميه دافيه تتخمر معاك بسرعه. دي خطوه اولى. الخطوه الثانيه، وجود السكر مع الخميره بيساعد على تفاعلها بسرعه. شويه دقيق صغيرين كده. نشوف العجينه بتاعتنا الحلوه دي كده اهي. طبعا احنا عجلناها من بدري عشان نكسب وقت ونشوفها مع حضراتكم. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ العجينه تتاكل وهي لسه ما اتخبزتش. نبدا نقطعها بقى ونقسطها. دي لغه الناس اللي هي البكري او الخبازين يعني. بالشكل ده كده. حلو. هنعمل كام رغيف حواوشي تقريبا؟ نعمل لنا 20 30، ناكل العيله والجيران والحبايب والقرايب، ما عندناش مشكله. احنا كرمه وانتوا بتستاهلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد اثنين
ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة واحد صغير. حلو أوي ما شاء الله، إيه الكرم ده؟ ناخد العجينة زي ما هي كده ونحضرها كده ونخليها على جنب كده. ده رغيف كبير، تقدر تصغريه ميني حواوشي يبقى لطيف وحلو. عايزه توفر على نفسك هتجيب عجينه من الفرن اللي جنبك اللي على الناصيه وتاخديها تقطعيها على قد كل رغيف، مش عايزه لا ده ولا ده. بتجيبي العيش الشامي وتبداي تحشي لحمه مفرومه بعد ما تخفيها في الخلاط دلوقتي ونتبلها اهو. بنفرد العجينه دي ونحط جواها اللحم وبنفرطها مع بعض. هنشوف مع بعض ازاي دلوقتي. انا بصراحه بحب الحواوشي الاسكندراني، تبقى العجينه فيها كده ايه الدهن بتاع اللحمه. وهديكي دلوقتي تركايه حلوه تاكلي العجينه بتاعت الحواوشي وتسيبي الحواوشي، ازاي تغذي العجينه بتاعت الحواوشي. حلوه قوي زي الفل. خلي الدقيق كده عليهم ونخليهم على جنب. دي المرحله الاولى، نخش على اللحمه بتاعتنا واحنا شغالين كده. نجيب الخلاط ونحط اللحمه المفرومه، الفلفل الحار، وانا بحب الفلفل الحار الفريش احسن من الشطه، بلاها شطه. خليكي في الحاجات الطازه دي كده، حته اللحمه تكون فيها نسبه دهون حلوه كده. حلو، نحط عليها بصل ناعم نحط عليها توم، الله توم كتير، نحط عليها شوية بقدونس شوية الملح. شوفي بقى التركية الحلوة دي كده بقى، معلتين سمنة بلدي يا راجل. اسمعي كلامي بس، في قلب العجينة. ليه السمنة البلدي يا شيف؟ السمنة البلدي بقى تخلي لك اللقمة اللي احنا عجناها دي فيها طعم رهيب جدا. وناخد كل ده يا عم الشيف في قلب الخلاط. بابريكا، شوية كركم على كاري، كمون، كزبرة، كل ده في اللحمة. طعم هنا مش طعم الكفتة خالص. فلفل اسود، واشتغل يا عم الخلاط. صوت مزعج معلش، شفت تستاهل والله. حته اللحمه اتفرمت فيها بقى كل الايه الخبره القهويه. قدامك على عينك يا تاجر. سبايسي هتلاقيها سبايسي، طعم هتلاقي الطعم.
ده داني ولا كندوز؟ ده كندوز. الله. فيها التوم، فيها البصل، فيها البهارات. الله عليك يا عم الشيف. السمنه البلدي جواها. ليه حطيت سمنه بلدي؟ سؤال وجيه، عايز تعرف يعني. تدفع كام؟ السمنه البلدي مع اللحمه المفرومه بتاعه الحواوشي وخلطها في الخلاط لتغذيه الخبزه اللي هو العيش زي الفطير المشلتت كده لما بنغرقه سمنه بلدي. الواحد يبقى ياكل وياكل صوابعه وراه. نفس القصه. كله اتخلط مع بعض، كل ده زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ خلي بالك الاكسسوارات بتاعت المطبخ دي مش انك فرحت انك عملت حته لحمه، لا، تشيل السكينه على جنب عشان لما تستخدميها بعد كده، والحاجات اللطيفه دي علشان ده مهم جدا. نخلي الحشوه دي على جنب ونشيل كل حاجه من هنا ونبدا نعمل حواوشي مع بعض. الصينيه في الفرن بتسخن، اللي هنغبس فيها ده يتعمل على عين البوتاجاز. يا شيف ممكن يتعمل على عين البوتاجاز عادي، ممكن يتعمل النشابه، بنفرد كده نص فرده يعني مش فرده كامل وناخد اللحمه المفرومه دي كده في قلب اللقمه دي كده ونلفها تاني كده ونخليها على جنب شوي. تاني ايدينا كده ناخد اللحمه المفرومه دي كده على قد اللقمه يعني ونقفلها كده ونخليها على جنب شوي. عمليه التخمير تتم بقى. اوعى تغلطي تحط واحد. حاضر. اوعى تغلطي وتحط واحده على الفاضي. دي كده في قلبيها، دي لقمه صغيره، ده الميني الحواوشي الصغير. طيب حاضر. واحده ماشي، هنفرتها كده بالنشابه كده وناخد اللحمه المفرومه او الحشوه بتاعتي بالشكل ده كده وهفرتها على خليها كده في الارض. بجيب الطرفين دول كده بشدهم وانا بفرد كده كده واكومها كده بايديا واعمل كده واقلبها كده واحده واحده. دول جمال مش عايز الخبط بس بين دول ودول تاني عمليه التخمير تمر كمان تقريبا 10 دقايق جو حر كده كده هتطلع معانا بسرعه. واحده اخيره اهيت على ايدي زي الفل. دي فيها ولا انا طب الحمد لله كنت فاكر فيها والله. بتاخد حته صغيره والعيال اكلت وزي الفل. وان انا اضيف سمنه بلدي في قلب اللحمه المفرومه دي تركايه المغازي. دي فيها فيها والله، مش انا بقول لكم الخبط بين دول ودول. باقي معايا ثلاثه زي الفل عينيا سيبوني بقى اعيش مع رغيف الحواوشي كده، احشي كل الكميه دي عشان في طلب عليه كتير وعايزين نخبزه في الفرن بطريقه كويسه. وعلى فكره نقدر ان احنا اعلمك ازاي تخبزيه في الطاسه على عين البوتاجاز، بس دي بتاخد وقت شويه. بس هنعمل برضو واحده واحنا واقفين نشتغل مع بعض كده. خلونا اخد بعض واطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني مع الرغيف الحواوشي الاسكندراني الجميل. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. حفلة حواوش النهاردة يا ست الكل. خليكي كريمة كده، عندك الجيران، جارتك بتشتغل مش فاضية، عندها وقتها، عندها ولادها. هنخبط الباب، رغيف حواوشي في قلب الطبق متقطع لأربع أجزاء بالشكل ده كده. العجينة لما بنحط فيها اللحم ونخمرها، الصينية دي تاخد واحد كمان. زي الفل كده، تمام. شيل دولت بقى عشان عندنا مكرونة عايزين نعملها مع بعض ونوسع الدنيا. طبعا بتفردي العجينة زي ما انا فريتها كده دلوقت، جزء منها على العين البوتاجاز، هندخلها الفرن دلوقت. بس خلونا نطلع المافن من الفرن عشان الاتنين مش هيتفقوا مع بعض، ونبدأ ان احنا نسيب الحواوشي يستوي في الفرن. ممكن نسوي على عين البوتاجاز شوية، مفيش مشكلة. ومهم جدا هنا درجة حرارة الفرن تبقى ثابتة 180 يا عم الشيف، علشان العجينة تطلع معايا زي الفل. ده مهم جدا، وانا مهم جدا ان انا عايز اروق الدنيا كده اهو، وانا شغال واعلمك ازاي وانت في المطبخ تبقي رايقه وفايقه عينيا. بس خلينا اروق لك الدنيا عشان انت بتحب الايه، الروقان ده. المافن بتاعنا الله، اللي مش بيحب ياكل الموز هياكل الموز. ناخد العجينه بتاعتنا دي ندخلها هنا. يلا، ده الحواوشي في قلب الفرن، وده اللي على عين البوتاجاز نبص عليه. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده اهو. ده على عين البوتاجاز استوى كده واحنا واقفين مع بعض. حلو، تمام. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل شويه مكرونه بالخضار. المقادير على الشاشه، والمافن معانا في قلب القوالب بتاعته، بنحضره عشان نغرفه مع بعض ونزينه بالسكر البودر. تقدري تعمليه بالسبانخ، تقدري تعمليه بالخضار، مافن بالمشروم، مافن بالدجاج زي ما انت حابه، مافن بالجمبري زي ما انت عايزه. كل الفكره انك بتجهزي الخلطه اللي هي خلطه السوائل المخلوطه بالبيض مع سكر اذا هنعمله حلو، مع البيكنج باودر، مع الفانيليا، بديل الفانيليا في حاله لما نعمله حادي يبقى فلفل اسود وبابريكا. حلو، ده لسه على النار اهوت بيستوي. ده الحواوشي، الصورة حلوة، أنا عارف أنت الصورة تجوع تجوع. مهم جدا على فكرة. نسيب العجينة تاخد وقتها كده زي الفل. رشة زيت صغيرة. نسلق المكرونة أول خطوة. ولما أسلق المكرونة هنا يا عم الشيف بسلقها نص سوا مع ملح وزيت زيتون، لان عايز شويه الميه الحلوين بتوع سلق المكرونه دولت يساعدوا مع الشوربه بتاعه الخضار. واقلبها كده. الله، اهو انا عايز تكمل سواها في قلب الخضار، فبحضرها شويه وفي نفس الوقت هستخدم الشوربه بتاعه سلق المكرونه. اخبار الحواوشي نبص عليه. لسه واحنا واقفين على عين البوتاجاز ده لسه. هنخليها على النار كده يا برنس. بيستوى البوتاجاز مساعدنا زي الفل. تمام، تعالوا نعمل الخضار بتاعنا. طاسه على النار، تشكيله من الخضار. ايه الخضار عندك؟ كوسه وبتنجان وبصل وفلفل وطماطم، كل دول في المكونات بتاعه المكرونه. نعم، عينيا، حاضر. عايز تشوف واحده مافن مستويه ولا مش مستويه؟ مش انا بقول لك
لازم تنكشني، هوريك كل حاجه على عينك يا تاجر دلوقتي، بس خلينا اقطع الخضار وارميه في قلب الطاسه. بصلايه زي دي كده، حلو، معانا حواوشي على عين البوتاجاز بيستوي قدام عينيا، ومعانا حواوشي في الفرن بيستوي. اللي عايز ياكل من ده اهلا وسهلا، واللي حابب ياكل من اللي على البوتاجاز اهلا وسهلا. ده فلفل عادي، انا بحب المكرونه دي فيها شويه سبايسي. ناخد الخضره دي كده مع زيت الزيتون. الله الله على الريحه الحلوه اللي بشمها، هو ده شويه الزعتر الحلوين، واسيبهم على النار مع شويه الزبده اللي بيساعدوا على احمرار البصله سريعا، شويه ثوم حلوين كده. دي التاسيسه بتاعه الخضار بتاع المكرونه، ما فيهاش لا فراخ ولا لحمه. واسيب البصلايه تاخد لون على ما اشوف قصه البتنجان الابيض والاسود، وقصه الكوسه الحلوه دي كده في قلبيها. وانا بعشق المكرونه اللي بيبقى جواها بتنجان. الله، اه بالطول كده مكرونه بالبتنجان يا شيف. اه طبعا طلاينا يحبوها جدا. اه والبتنجان يبقى متسبك على النار زي المسقعه. في قلبيها الابيض مع الاسود، والكوسه نفس الطريقه. اه بالشكل ده كده، اه طولي او عرضي. اه تركيبه الخضار اللطيفه مع اطباق المكرونه او الباستا بتزيد من غنوتها، بدايه من المشروم، مع ان المشروم متصنف بروتين نباتي لطيف وجميل ومنتج جيد جدا للبروتين النباتي، وتايه ما بين ان هو يكون من فصيله الخضروات المعززه. ده الخضار بتاعنا اهو، الله، في قلب الطاسه. وجبنا الخلاصه يا مغازي، عينيا وانا عيني على الحواوشي. اه بيستوي قدام عينيا، اهو العجينه بتاخد وقتها زي الفل. اه حلو، على نار هاديه، لان هنا العجينه مش رغيف عيش مستوي، العجينه بتستوي على عين البوتاجاز. تفاصيلها قدام حضراتكم يعني. نقلب دول كده مع بعض. شفنا الحواوشي الاسكندراني بياخد غلبه ازاي، بياخد شغل ازاي. ده الخضار بتاع المكرونه، بصلايه اتحمرت مع فص توم مع شويه زعتر مع زبده وزيت زيتون. نزلنا بالخضار اللي احنا حابينه من الكوسه والبتنجان، ننزل بالعصير الطماطم عليها، البهارات بتاعتنا شويه ملح وشويه فلفل. الله الله الله، حلو. الخضره بتاعتنا، ونسيب كل ده يستوي على النار. حاضر يا غالي، حاضر يا حبيب قلبي، عايز اشوف المافن، بس خلي ده يغلي على النار كده عشان نكسب وقت. والمكرونه عندي هنا بتناديني. الله اهي، شفت الجو ده كده اهو، شويه الميه اللي بيتسلقوا فيها عايزهم انا. اخد الميه بتاعت سلق المكرونه دي كده، شوف بقى التركايه هنا، شوف التركايه الجميله دي كده، ادي المكرونه، شوف الحلاوه دي، شوف الجمال ده اهو. حلو، ميه سلق المكرونه، ننزل بقى هنا. الله، يلا مع السلامه، والقلب داعيلك بجد يا شيف. المكرونه سهله جدا، خلاها يا اختي يا امي يا ست الكل تكمل سواها مع الخضار. زي الفل. في قلب النار، ظبط التوابل بتاعتنا، ملحنا بكنترول لان احنا سالين المكرونه في ميه ملح، شويه الفلفل الاسود التمام، شويه الزعتر، شيف بيحب البابريكا دايما في الباستا، ونقلب دول كلهم مع بعض.
طبق مكرونه اهوت ولادك يتعشوا والجيران والحبايب والقرايب، حاجه جديده والله. انت كريمه واحنا سائل كرمك، عندك صدر فرخه قطعاه في قلبيها، اهلا وسهلا. لحمه مفرومه مش حاببها هنا خالص، ممكن هنا فراخ او مشروم او شويه جمبري. اللحمه المفرومه في الطبق ده ملهاش مكان بينا. هنسيب دي على النار كده ونكمل حكايتنا مع الحواوشي اللي في الفرن. الاخبار ايه؟ بتبص على الحواوشي اللي في الفرن، ايه رايك؟ خرجت تبص على حاجه حلوه كده واحنا مع بعض؟ اهو 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 اهو، شفت شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمال؟ حاضر عيني. اهو اهو ده اللي في الفرن سريع طبعا. اهو اهو هدخل ده كده ونشوف اللي على عين البوتاجاز. انا هاكل من اللي على عين البوتاجاز على فكره. اهو شفت ده كده اللقمه اتقرمشت اهي اهي، سيبه كده براحته. واللحمه من جوه هتلاقيها واخده طعم اللقمه. تعالوا نغرف مع بعض المافن سريعا كده. مخرجنا عايز يشوف واحده مافن. الله، الاولاد اللي مش بيحبوا ياكلوا الموز، هناكل الموز من النهارده. مافن الموز بالمكسرات واللوز، يا لوز يا مزاجك اللوز يا اختي. جواها عين جمل، جواها بندق، جواها فول سوداني، مكسرات اللي عندك. حاضر يا غالي والله. عايز نقطة واحدة بالسكينة؟ طب خلاها ما استوتش، تحرجني ليه؟ طيب قول لي بالله عليك، ما انت بتحبني؟ بس خلينا نجيب سكينة ما عدتش عليها لا بصلة ولا توم. اللهم صل على النبي. ما تقلقش، والله البوتاجاز معاز زي الفل. حاضر، والله تصدق بطفي يا الله، بقالها وقت ما خدتش لون. انا عارف حبيبي، ان شاء الله يستوي باذن الله. طيب تعالوا مع بعض، بص على الحلاوه هنا، بص يا جميل. تستاهل والله تستاهل. شوف الحلاوه، فين الموز هنا؟ فين الموز هنا؟ مافن الموز بالمكسرات وحقوق الطبع لدينا وبس. لما بنقول حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى مش من فراغ، خبرة. خليها كده، شوية السكر البودر الحلوين عليها. تحب القرفة؟ أحط لك قرفة، مش مزعلك أنا. قرفة. اللهم صل على النبي. نطلع الحواوشي بتاعنا من الفرن. ايه الاخبار؟ يلا بينا يا حلاوه. اللهم صل على النبي. نعم حاضر يا غالي، عايزنك صلي واحده المخرج. طب خليه ما استواش، نعمل ايه؟ عيط. حاضر 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 يا محترم. السكينه والساتور فين؟ طبق التقديم. مخرجنا بيحطني في مواقف صعبة. بيحبكم. مهم جدا. ده كده. عايز تشوف هنا، بص على الحلاوة، بص على الجمال، بص على الجمال. الله. ده الحواوشي. شوف الحلاوة، شوف الجمال. حاط. ابص. دي كمان. حاضر. سامع الصوت ده؟ اللهم صل على النبي. ده الحواوشي بكل تفاصيله. نحطه هنا
عينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. حط بقى شويه فلفل كده، احنا دايما نحب الايه الحواوشي طبق الفول جنبيه فلفل اخضر، حلو الكلام. ممكن نحط بصل او طماطم حسب الرغبه. حاضر، هوريك دلوقتي اللي على عين البوتاجاز، لا تقلق. ممكن تعملي معاها سلطه خضراء تبقى لطيفه وحلوه، بطاطا مقليه الاولاد يحبوا معاها، مفيش مشكله. البوتاجاز شغال اهو، شغلتهولك يا غالي حبيبي. اه بص على الحلاوه. عينيا يا فندم. اه شوف البوتاجاز اهو، الخضار والمكرونه بتاعتي الجميله. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ نغرف المكرونه دي يلا مع بعض. يلا بينا الطبق الحلو ده كده. اه مكرونه بالخضار. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه تسويه المكرونه وتكملتها مع تشكيله الخضار. اه ومعاها بتنجان، معاها كوسه، حبه السبانخ اهلا وسهلا، حط مشروم اهلا وسهلا. فيها كل العناصر. عايزه جزر تحط جزر مبشور في الحاله دي، لو عايزه اضافه الجزر ما تحطش قطع، يتبشر يا اختي ويتحط في قلبيها لو انت عايزه تعملي اضافه. اه حواوشي، عايز تشوف بقيه الحواوشي؟ عينيا. احنا هنتغدى النهارده حواوشي كلنا. حاضر يا فندم، احلى رؤيه. اه رؤيه مع الرغيف الحواوشي ده كده. تفاصيلنا النهارده الحواوشي الاسكندراني عملناه، وعملنا كمان المافن بالموز، وعملنا كمان مكرونه بالخضار. عايز تشوف ده من سوا؟ اه زي الفل. ده الحواوشي. اه ده اللي هو مستوي على عين البوتاجاز، ده بياخد وقت كبير غير الفرن، لان درجه حراره الفرن هنا من تحت ومن فوق. اه بألف هنا وشفا للي ياكل. اه جنب الحواوشي التاني، ألف هنا وشفا. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. بنعمل الاكل من قلبه محافظته، الحواوشي الاسكندراني دي تفاصيله. حبايبي الاسكندرانيه اللي بيحبوني وجماهيري، انا عملته بالطريقه دي، انتوا ممكن تعملوه احسن مني على فكره. عملنا المافن بالموز عشان الاولاد اللي مش بيحبوا موز، عملنا طبق مكرونه طلياني بالخضار اسمها ارابياتا باستا. حلو، رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.